مواجهة أسلوب الغرب في دعم الإرهاب تواصل قواتنا المسلحة الباسلة ملاحقتها للعصابات الإرهابية في منطقتي القابون وجوبر بدمشق، تضبط وكرا يحتوي على مدافع هاون وصاروخ لاو إسرائيلي الصنع وعدد كبير من قذائف الهاون متنوع العيارات. من خلال ملاحقتنا للإرهاب المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة القابون وجوبر، وبعد دحرهم وملاحقة فلولهم تم العثور في أوكارهم على هاونات من عيارات مختلفة، هاون 82 الهاون 120 ومجموعة من العبوات الناسفة المعدة للتفجير، بالإضافة إلى صاروخ لاو. قذائف الهاون كما تشاهدون متنوعة من عيار 82 ال 120. في بلدة الديابية